بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده الشرح بتاعنا والمواصفات بتاعتنا هتكون عن بوتاجازات بوش وبوتاجاز بيكو، افضل بوتاجازين موجودين في السوق المصري بالامكانيات والجوده بتاعتهم. ان شاء الله هنشرح كل المواصفات والامكانيات بتاعتهم والعروض بتاعتهم، وان شاء الله هنقول اسعارهم في عروض البلاك فرايداي في اخر الفيديو. تابع معانا لاخر الفيديو عشان تعرف العروض اللي نازله عليهم. ولو عجبك الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بوتاجاز بوش طبعا بوتاجاز محترم جدا، جودته كويسه وامكانياته بتكون عاليه، مش واخد شهرته او مش واخد صيته في السوق كويس، بس هو بوتاجاز كامكانيات وكجوده محترم. البوتاجاز مكوناته بالكامل بتكون ايطالي، والسيفتي بتاعه بيكون ايطالي ومتقفل في تركيا، كذلك برضو بيكو مكوناته ايطالي والسيفتي بتاعه بيكون ايطالي ومتقفل في تركيا. طبعا في استفسار كتير من الناس ان هو بوتاجازات بوش وبيكو ازاي بيكونوا ايطالي وهم اساسا شركات تركيه. طبعا احسن حاجه في الخامات او احسن حاجه في خامات البوتاجازات كلها بتكون في الخامه الايطالي، بيبقى في حاجات في البوتاجازات بتكون اسبانيه بس مش كويسه. اكتر حاجه ثابته وجودها في الكفاءه وفي الامكانيات بتاعتها في البوتاجازات بالذات بيكون السيفتي الايطالي، ده بيبقى اعلى حاجه موجوده في السوق كله وانضف خامه موجوده في السوق كله. هنبدا اول حاجه عندنا هنا كده بوتاجاز بوش، ده شكل الازاز بتاعه، بيكون ازاز شفاف زي ما احنا شايفين كده اهوت، ما بيكونش نازل منه ازاز مرايه او حاجه. ده شكل البوتاجاز بالكامل زي ما احنا قلنا ان السيفتي بتاعه بتكون هنا ايطالي هيت، هنعمل زوم كده اهوت، ميدن الايطالي هيت زي ما احنا شايفين. ده طبعا حساس الامان بتاعه بيبقى معمول بشكل انضف شويه واشيك شويه، يعني لو عملنا مقارنه ما بينه وما بين البوتاجاز فريش، لو فتحت عندي اي فيديو لبوتاجازات فريش هتلاقي ان السيفتي هنا معمول بشكل شويه احسن واقيم شويه من فريش، ان هنا بيبقى السيفتي ثابت زي ما هو، في فريش بتلاقي اكتريته فيه عوجه او في التقفيل بتاعه ما بيكونش كويس. ده طبعا بيكون التقفيل بتاعه كويس. العين اللي في النص بيبقى فيها نفس الغرفة هنا هي ديت الفونية بتاعتها، بيدي مضختين غاز للناحيتين، بيطلع قوة نار بتكون أعلى شوية. البوتاجاز بيبقى خمس عيون زي ما احنا شايفين ان هو كده، تلت عيون، العينين اللي هما الوسط والعين اللي هي الكبيرة والعين اللي هي الصغيرة خالص، دي بيكون حمالات ظهر استلس بالكامل. الخامه الاستلس بتاعته بتكون استلس مات. في شاشه ديجيتال هنا، دي حاجه اسمها ديجيتال كنترول، ده تايمر بظبطه للفرن او للشوايه، بعد الوقت اللي انا بظبطه فيه بيفصل اوتوماتيك منه لنفسه. البوتاجاز بيكون المروحه بتشتغل مع زرار الفرن على طول اهوت زي ما احنا شايفين، بقدر ان انا اتحكم اشغل فيها او ان انا افصلها، بيبقى مفتاح واحد لا اما فرن لا اما شوايه، ما بينزلش منه بمفتاحين. وده زرار اللمبه اهوت، لما اجي اشغل اللمبه بالطريقه ديت بيبدا يشتغل معايا اللمبه. المقابض بتاعته بتكون معموله من ماده الاستانلس. هنفتح الفرن ونبص عليه كده اهوت، هنبعد شويه عشان شكل الفرن يبان. الفرن بيكون فيه مروحة زي ما احنا شايفين لتوزيع الحرارة داخل الفرن، بيكون فيه تحت المفاتيح على طول مروحة لتبريد المفاتيح، ان انا لما اجي اشغل الشواية اقدر اشغلها وباب الفرن مقفول، وفي نفس الوقت ما يطلعش السخونية على وش المفاتيح. اوسع فرن ممكن تلاقيه في السوق كله، يعني حتى الرويال جاز ماستر شيف برو كان الفرن بتاعه واسع، لكن ده اوسع فرن موجود في السوق. ومثل الجناب بتاعته بيبقى فيها حاجة اسمها جناب ان بوكس، دي بتبقى طبقة عازل من طبقة الجيلاتين، دي اللي كانت بتنزل في الزانوس الأول لكن دلوقتي ما بقتش بتنزل، موجودة في البوتاجاز اللي هو البوش. دي طبقة عازل مهما شغل الفرن أي وقت أو مهما يقعد وقت الفرن ما يطلعش السخونية على الجناب بتاعته. شكل الإزاز بتاعه بيكون انسيابي جميل، بقدر إن أنا أشيل الإزاز أو أنا أخلع الباب خالص من الطريقة هنا أهوت، بشيل المفصلة دي برفعها لفوق، والناحية التانية كذلك نفس النظام، واقدر اخلع الازاز لو انا عايز انضفه او حاجة بكل سهولة خالص. بيبقى فيه طبعا حافظة في الفرن. عندنا هنا البوتاجاز البيكو، بوتاجاز البيكو نازل بيكون امان كامل. هنفتح نبص كده اهوت، برضو الازاز بتاعه بيكون شفاف زي ما احنا شايفين. الحمالات بتاعته بتكون حمالات عادية من الظهر زي ما قلنا ان هو بيكون ايطالي بالكامل، بس الجودة والخامات بتاعته مش زي الاول. الفينيش بتاعه والتقفيل بتاعه لو جينا بصينا هنا تحت هنا اهوت هنلاقي برضو مكتوب عليها ميدن ايطالي، بس الفونية بتاعتها زي ما احنا شايفين، ودوت اللي احنا قلنا عليه زي الفريش، ان خامة الامان بتاعه هتلاقيها
مهزوزة شوية أو الفينش بتاعه ما بيكونش حلو شوية، بس في نفس الوقت السعر بتاعه بيكون كويس. زي ما قلنا هنقول الأسعار في آخر الفيديو ده. بيكون فيه إشعال، فيه لمبة، فيه شواية، في امان كامل، في مفتاح واحد لاما فرن لاما شوايه، في مروحه في الفرن بتوزع السخونيه في الفرن كله، في مروحه لتبريد المفاتيح. نفس امكانيات البوش بالظبط، وبيكون متقفل في تركيا مش متقفل هنا في مصر. الفرن بتاعه برضو بيكون كويس ومساحته بتكون كويسه. بس لو عملنا مقارنه ما بين الاثنين هنلاقي ان البوش اوسع فرن موجود في السوق كله، واحسن فرن موجود في السوق كله. بوتاجازين محترمين جدا. لو انا بتقول لي مثلا هترشح البيك ولا البوش، لا فانا طبعا ارشح البوش، ان البوش التقفيل بتاعه والفينش بتاعه بيكون احسن كتير من البيك الصراحه، عشان ما بقاش كذاب معاكم. إيه هنقول الاسعار بتاعتهم. بيكو سعره كان 6000 جنيه، نازل ب5200. البوش سعره كان 10800، نازل ب9600 جنيه. دي الاسعار بتاعتهم في العروض بتاعت البلاك فرايدي والمكونات بتاعتهم. البوش بيبقى استلس كامل، البيكو بيبقى الوش بتاعه بس اللي استلس، والجناب بتاعته صاج ما بينزلش منه استلس. لو في اي استفسار او اي حاجة ممكن تسيبها لنا في تعليقات الفيديو، واحنا هنرد لحضرتك على طول. وما تنسوش تدعمونا بلايك والشير، عشان دوت بيشجعنا ان احنا نعمل فيديوهات اكتر، وعشان يوصل لكم كل جديد. شكرا.